قاعد ساي وشاير رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم فيديو ياسر سبيسيال، اول مره باش نهبطوا في القناه. الفيديو هذايا تحدي كالا خانس، برشا يوتيوبر خدموه صحيح، احنا متفاهمين في الشيء هذايا، اما طلبوه عليا برشا عباد وقلنا علاش لا. امس خدمنا فكره انه نلعبوا بسلاحات وما غير دم وما غير هيل وما غير عدشين، قلنا علاش المره هذه لا ما نلعبوا كان بالقنابل والدم والحكايات هذوكم، معناها نفس الفيديو اما معكوس، فهمتوها؟ قبل بداية الفيديو لا تنسونا لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه قناتي في النيم والانستغرام تاعي، ما تنساوش يوميا نعمل بوست مباشرة. يلا فرجة ممتعة لجميع الرجال، نجيب لك واحدة انترو يا مدير، جيب واحدة انترو يا مدير على طول، يلا يا رجال. الو سريع كورونا فايروس. السلام ورجعت لكم في الفري فاير تاع الاولاد، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الانترو، فهمتوا الفيديو، فهمتوا الفكره نتاع الفيديو، ان نلعبوا كان بالبونيه والقنابل والمهم الاسلحه، لا كل شيء مرخص الا الاسلحه، لا عكس الفيديو نتاع المره اللي فاتت. كان متفرجش على الفيديو نتاع المره اللي فاتت في الديسكريبشن تلقاوها في رابط الوصف الفيديو، ومشيو تفرجوا عليه. يلا نبداو، جيب وحده ريدي يا مدير على طول. ديما بحث بعضنا يا رجال. تفريق انا لا امور طابوية تستح سيارة فيها برا ما هوش خايب. اوحد خبطني بوني ولا بركني بوني يا رجال. صحة امشي ايا ايا في بعضنا. اوه الكلهاري الكلهاري مصيبه برجوريه في الكلهاري، اما كنت على العنكبوت يا رجال يصدم علينا بها. عندي فكره عندي فكره ولا اعطينا كمان خممت وينك السسمو هذوما وينك اللوت هيك تلقى الثلج حتى باش تجم تصدم على روحك وتعمل برا يا ستار يا شبر يا رب العمل عليك يا شبر. لحظة كوفري روحي لتو بيكاب الامو لا اوف ميد كيت اي الارمر الارمر اي الويبن لا الاتنشمنت لا والجرينيت سبيشال اكيبمنت معناها كل شيء تهزه. هذا برك احمر واحدة طب و 100 100 ما يهزش الاسلحة يهز كان الجرانيت. لا انا ما حاسيش بيها عاد بوني يا رجل. السؤال الدم يتهز بعد روش نحن صح سيدي في المحلول وما يرقد شي هاي صح سيدي الرجلة فكرة جديدة تو في بالكم ولا الفيديو جاي نلعبوا كان بالكراب والموتورات. والله عم باش نقولها لازم ذيك اقسم بالله بعد قلت بيك الفيديو ما نقولها اقسم بالله ينعل ام صنع المحتوى يا رجال. نفلوا ام امها اللعبة 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 استمتاع يا رجال.
نقطة لهم الرشمة يا رجل. ماشي. تخيل انت تبدا هكا بالبيستول الثلج انت فيه عرفت تبدا تقدم وتضرب تقدم وتضرب معه. صح عليك ناس بالمعرف على الاقل هبطوا منها قصص دمي انا يا رجال. استنى هذا الطريق للميدل وفي المحلول وما نرقد شيء شبكو هيك تشد انت في وسطك نقص بك الخير هو وعد هو وعد يجي ويجي يجي ويجي ويجي هو قيد واحد يجي بارك ريكش تقولش عليك ونكسي قصت له يا رجل فينا فينا باش ماش معه مش واحد جان توكي هذا بيروشي اضرب يا رجل فرنش ما سكوت انا دخل عليها صح شلنقو يا الرجلة استنى فما واحد يزو كل قريب الفاسيت خطر استحقوه في الاخر فهمتي استنى قريب القريب اللي بدي واكل الزور مسكره طيب شو راه القريب ونمشي ورا شي دوب 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 صورة فيديو يجيو هابط هابط سحب ماي هابط نمشي ورا شوني الناس الكل اخسروا لي اخسروا لي الناس الكل تقعد تضرب عرفت من واحدة من الضربة من الضربات اللي ضربتوا انت مش تخطف واحدة فيهم على فكرة ان شاء الله ابويا ها بحول الله وعليه باش تطلع فيه ايوه رد بالك وين من وين يا رجال كراتوس جاي كسرنا ما تصدمش وحدك ريتو ريتو لفوق واجي واجي وصدم وصدم من بعضنا صح يا رجال صح يا ولا اطلع صح 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 كلا خانز يا احتل يا رجال برافو
هنا نعاونوا برا الاولاد. اوكي هوني وصلنا نهايه الفيديو، يعطيكم الصحه، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفازه. كان عندكم تحدي اكتبوا لنا كالعاده، اكثر تحدي يجيب كومنتر، اكثر تحدي يجيب لايك نختموه. اما فما تحدي عندي فكره مزيانه تو تكتشفوها مع بعضنا، ياسر ياسر طايره الفكره وصعيبه ياسر، لا اسلحه لا بونيه، لا ما نحبش نقول لكم شنو هي التحدي تو تعرفوها. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، وما بقيت نقول لكم كان لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. اشوفكم في امان الله، تصبحون على الف خير، ومع السلامه. باي باي، بيس اوت.